ألف مبروك يا فندم على الجائزة. وفي البداية أحب أعرف اسم حضرتك والشركة التي تمثلها ونوع الجائزة. اسمي شريف مدكور، أنا المدير العام فندق ميديا روتانا هوتيل دبي، شركة روتانا هوتيلز. أهلا بك يا فندم، عايزك تقولي النهاردة إيه شعورك النهاردة بعد حصولكم على جائزة السفر العالمي؟ سعداء جدا بوجودنا النهاردة، بنمثل ميديا روتانا هوتيل جائزة The Best Luxury City Hotel in Dubai. طبعا الجائزة بتروح للتيم ورك بتاع الأوتيل. سعداء جدا بهذا الإنجاز، وسعداء بوجودنا في The World Travel Award النهاردة. أسعد يا فندم، ويا ترى حضرتك بتطمع السنة القادمة أن تحصل على نفس الجائزة؟ اكيد طبعا، ده طبعا طموحنا ان احنا دايما كل سنه نمثل نكون متواجدين في الورلد ترافل اووردز، لان طبعا دي جائزه مهمه جدا بالنسبه لنا وبالنسبه للفندق وبالنسبه للعاملين بالفندق، وده شيء يسعدنا جدا، ودايما بنبقى سعداء ان احنا نمثل السياحه والوجهه المشرفه لدبي، ودي الجائزه طبعا بتعني الكثير جدا بالنسبه لي شخصيا وبالنسبه للتيم بتاع الفندق وبالنسبه لشركه روتانا هوتيلز. توفيق دايما يا فندم، ومبروك، وان شاء الله مزيد من النجاح والتألق. ميرسي، شكرا شكرا يا فندم، شكرا شكرا.